مرحبا بك في إذاعة الحياة. عايش. جيتنا اليوم باش تقدم الموهبة متاعك والبراعة متاعك. قدم نفسك للمستمعين والمشاهدين. أنا اسمي محمد رسال العديلي، تلميذ في مدرسة عقبة بن نيافة بالقيراوية. مرحبا بك. عايش. هذا نشوف في آلة قدامك، الآلة هذه حدثنا عليها. هذه آلة صنعتها وحدي، يعني في الدار عملتها. هو راو كيف صنعتها، نحن أنا نقرا سنة خامسة، قالوا نحسن على الدار الكهربائية. هاي كي جيتنا نصرح في الدار الكهربائية، يعني وليت صنعتها به. تو هذه إيش تمثل الآلة هذه؟ مروحة؟ هي مروحة، لكن دوما يعني طاحت لي نتاح الفقر. أي ميسيج، هي مروحة ترى؟ نشغلها ترى؟ هذا التشغيل عن بعد. كي تحرك يدك على اليمين. تحرك هي على اليمين، كي تحركها أنا. أي. تحرك على اليسار، تتحرك على اليسار. تحرك على اليمين، تتحرك على اليمين. ممتاز جدا. به هل الخيوط هذه واللي والمكونات الكل منين تحصلت عليها؟ من اللعب؟ اللعب القديمة كما قلت لي. أعطيني قصتك مع البراعة هذه، كيفاش بدأت؟ أنا قبل يعني ماما تشري لي اللعب. يعني اللعب يعني يخدم روبوتيك. تشريك لعب إلكترونية بتتحكم عن بعض. يعني جاتني كي كل ما هي تخذ لي لعب. بعد ما هي تقسيم نشدك في الطاقم من بعض. فكك اللعبة. تعرف مكوناتها. نعرف مكوناتها. مرات كي يعني اللعبة تتكسر نشد نعود نصلح. تعرف تصلحها وحدك. نعود نصلحها وحدي يا خيوتك، أنا حين نشدك نصلح. يعني ما ثماش مؤثر أثرك، ما شاركتش في نادي، ما قراكش واحد روبوتيك ولا وحدك. وحدي كنت مكنت باش تعرف وظائف الأجزاء هذه، وظائف المكونات وتركبها وتمركبها. عملتش حاجات أخرى كما هذه؟ عملت برشا، عملت مثلا كهرباء تمشي، يعني بالسيارة. سيارة بتتحكم عن بعد. عملت زيت ان يعني موتور يتحكم، محرك يتحكم بيزيد عن بعد. ممتاز جدا. باهي، كي نقترح عليك تلتحق بنادي روبوتيك تزيد تطور الموهبة نتاعك، توافق؟ باهي، مالا عامة قريب تو نشعروك ونقولوا لك فين تلتحق باش تكون تطور الموهبة نتاعك. يعطيك الصحة. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.